ليفربول وجاي من بعيد، معلش خلينا اتكلم بصراحه معاك، قبل السنتين دول احنا قعدنا 3 4 سنين بعيد بعيد، كنا بنوصل للفاينل ونخسر، كنا ما نتوجش. فالنهارده لما فزنا السنه اللي فاتت كان ممكن حد مشكك يقول لك ده ضربه حظ، انما النهارده لما نفوز للسنه الثانيه على التوالي مع منافس مختلف، الجزيره السنه دي نافسنا معاها، لا ده تاكيد ان الوتر بولو في النادي الاهلي بيشهد عصر جديد. تعليق حضرتك على الكلام ده؟ طبعا احنا بنشكركم على الاستضافه في برنامج الظريف بتاعكم، ومتشكرين انك انتم متابعينا، ان الالعاب اللي زينا محتاجه دعم شويه. انا كنت اقول لهم كلمه دايما، السنه دي احنا بالنسبه لنا الدوري ده مختلف جدا. احنا الدوري الاولاني طبعا احنا اتبسطنا بيه جدا، بس الدوري الاولاني ده كان بالنسبه لنا اشتياق، ان احنا كان بقى لنا تقريبا 20 سنه. الدوري ده بالنسبه لنا كان احتياج، وانا كنت بقول لهم الكلمتين دي. حلو، فرق في فرق بين الاشتياق والاحتياج، والاحتياج طبعا اعلى. ان هو النيدز يعني الاحتياجات بالنسبه لنا كانت احسن واعلى، اننا كان عندنا السنه دي على روح كابتن العمري فاروق رحمه الله وكابتن مدحت فرج، فكان بالنسبه لنا الدعم ده، وده كان في الاجتماعات بتاعتنا. وكان برضو عندنا في كابتن احمد ربيع بالنسبه لنا بيلعب معانا، جايبينه لسه من الجزيره منتقل بالنسبه لنا، فده كان الاساس او لب الموضوع، ان احنا لازم ناكد جدارتنا ونهدي الحاجه دي للناس الموجوده معانا. بس ده ممكن يكون ضغط يعني، يعملها ضغط نفسي. هو كان دعم غير عادي، ان انت كل شويه بتفكر الناس بتاعتنا والرجاله بتاعتنا، الناس دي لازم نثبت لهم ان احنا اقدر السنه دي ان شاء الله ان احنا نحافظ على الموضوع ده. وفعلا كان في محله وعدته يا كابتن مصطفى. خلينا برضه يا مريم نبارك لمروان محمد.